مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين، انطلاقاتنا متواصلة وأشواطنا متتالية. إذن هنا شوط جديد وهو الشوط الثالث أو الرابع لفئة البكار. إذن نسير ونلحق بمقدمة الشوط مباشرة. هو الشوط الثالث لفئة القعدان. نسير ونلحق بمقدمة الشوط مباشرة مع من يحتل المركز الأول. هنالك شاهين للسيد محمد بن علي المري، هو من انطلق واندفع بأول المراكز، بينما النغلة والدور دور المركز الثاني. هنالك من يحتل المركز الثاني، شاهين مبارك بن محمد بن صرير المري، هو من الجانب الأيمن، بينما الجانب الدوني هو من يحتل ثالث المراكز. أرى في هذه اللحظات مدلل للسيد عبد الهادي بن سيف الخياري للمركز الرابع الخامس بعيد كل البعد. ونعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى شاهين محمد بن علي المري، هو صاحب نقطة قبل لحظات في هذا الصباح ضمن هذا المهرجان. إذن انطلق شاهين محمد بن علي الكاموخة المري، أراه هنالك من يتابع ويسير شاهين في هذه اللحظات، بينما النقل والدور دور المركز الثاني. هنالك من يحتل المركز الثاني، الشباب للسيد سعد بن متل العتيبي وجابر بن عبد الهادي البريدي في عملية التضمير. إذن شباب لا يستهان بأمره، صاحب خمسة أشواط، صاحب نقاط عديدة، هو من احتل المركز الثاني المركز الثالث بعيد كل البعد. ولكن نعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى شاهين من انطلق وابتعد وباعد المسافة. إذن سلام سلام شاهين، سلام من هذه اللحظات، سلام محمد علي الكاموخة المري. إذن تستاهل تستحق التهنئة من الميت متر الأخيرة معطرة بالورد والياسمين لحصول شاهين على هذا الشوط بجدارة واستحقاق لحظات الوصول. وصول شاهين المركز الثاني كان من نصيب الشباب سعد بن متلع العتيبي، والمركز الثالث كان من نصيب حداد سعيد بن زايد بن سعيد الخيارين. التوقيت الزمني دقيقتين وسبع ثواني وأربعة وثمانين جزء من الثاني. إذن يتحطم التوقيت تحت أقدام شاهين من حصل على ناموس هذا الشوط، دقيقتين وسبع ثواني وأربعة وثمانين جزء من الثاني. إذن